نجد بالطرقات خاصة في الصيف عندنا سيستم كيما الموجود عندنا بالنسبة لهم إضافة أخرى. ونحن اللي يعمل فيه الحماية المدنية الجزائرية في مخص مصعب لكل عائلة هي طريقة ممتازة لأنه كل عائلة مدنية مصعب. فما نعرفش الطريقة اللي عندنا هذوما هم متطوع في صلب الحماية المدنية يعني ما نجمش يخرج وحده لأنه الجمعيات ما تأثرهاش تولي تخرج على الإطار ويولي حتى الاكستيريور ينجم بالنسبة اللي هو يستغل خاصة للبيبات ولا اللي دون معناها اللي باش يعطوهم البيبات هذاك علاش احنا هذوما عبارة على أوان الحماية المدنية وبالنسبة لهم ويباتوا معنا الفانكات ويباتوا الجارد ويخرجوا في الوسائل نتاع الاطفاء والاسعاف ونحتاجوهم في الحراسات الكبرى والحراسات الوطنيه وتو كيما المتطوعه هذه تخدم انفيرمي في كلينيك بريفي وقتها نحتاجوها لها تخرج وتجي معنا تخدم الميسيون نتاعها 5 سجور وبعد ترجع لخدمتها تخدم على روحها. حاليا تو كيف تشوف سيادتك على عين المكان نشتغل في سور غزلان في عدد 2 موقع في السيكتور A وشكرا على زيارتك ولكم مدام الأخوة التونسية الجزائرية إن شاء الله. عايش التلميذين. مرحبا بك. عايش سمح التلميذين. عايش شكرا. شكرا.